اليوم يماط اللثام عن تفاصيل هذه الصفقة التي ينتظرها الجميع عبر مراسم توقيع عقد تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بشراكة استثمارية بين مصر والإمارات. أدعو الآن معالي الوزير الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن الجانب المصري، كما أدعو السيد الوزير محمد السويدي وزير الاستثمار من دولة الإمارات العربية المتحدة لتوقيع هذا العقد. أرجو أيضا من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في أن يكون حاضرا أيضا على المنصة لحضور مراسم التوقيع.